شوق والريد إن شاء الله طيبين وسالمين وحلوين في أحسن حال في حلقة جديدة من الشوق والريد. يا رب تعجبكم خط الريموت. حنبدأ مشوارنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. ما بينهما هو أبعد من الحقيقة وأقرب للخيال. علاقة وجدانية حميمة وعصية على التوصيف وتحتاج للغة استثنائية لأنه ما كان يجمع بينهما هو الحب وتجلى ذلك في الأغنيات البديعة التي جمعت ما بين العبقري الفنان الكبير إبراهيم الكاشف والعبقري الشاعر الكبير له الرحمة والمغفرة سير قدور لهما الرحمة والمغفرة سير قدور. وكلاهما كان ينحاز للآخر وكلاهما كان يفضل أو يفضل الآخر على الجميع. كان العبقري إبراهيم الكاشف يرى في سير قدور سحارة إبداع وقدرة عالية على الخلق والابتكار، وكان يخص بأفكاره الوجدانية فيحيلها سير قدور. أي الكاشف يخص السر، كان السير قدور يحيل إلى نصوص تتقافز ما بين كلماتها النبرات الإيقاعية والجمل الموسيقية. ولعل أغنية الشوق والريد اللي هي اسم البرنامج بطبيعة الحال مثلت واحدة من الأغنيات العلامات، ليست على مستوى تجربة العبقري إبراهيم الكاشف فحسب، بل على مستوى عموم الغناء السوداني، حيث شكلت الأغنية أو شكلت الأغنية بحثا جديدا في التركيبة الشعرية وفي ومؤلفة الموسيقي، وتميزت بالثراء من حيث المضامين والأخيلة الشعرية واللحنية المتفردة، وفي مساحات شاسعة من الجمل اللحنية كانت هذه الأغنية تلامس القلب من أول وهلة. وكما تقول الروايات الخفية إن أغنية الشوق والريد تغنى بها إبراهيم الكاشف كنوع من التحدي لما راهنوا عليه أو تمت مراهنته عليه إنه لا يستطيع تلحين القصيدة لأنها مكتوبة على نمط الشعر المرسل وليس الشعر العمودي أو شعر المربعات. ويحكي سير قدور إن صديقهم أحمد سنجر انتقدوا باتجاهه نحو الشعر المرسل ووصف القصيدة بأنها غير قابلة للتلحين، ولكن الفنان والموسيقار العبقري إبراهيم الكاشف رأى غير ذلك، حيث طلب من السير قدور أن يصطحبوا معه في سيارته من الخرطوم لأمدرمان ومن ثم أن يقرأ له القصيدة، وكرر الطلب 3 مرات أو 4 مرات. وعندما وصلوا بلدية أمدرمان أنزله هناك وهو يقول له بعفوية عفويتي المشهودة يعني شكرا، اللي هو إبراهيم الكاشف. وفعلا لحن الكاشف وقدم لحن جميل وعبقري باعتبار الزمن ذاك، وجعل من الأغنيات الخالدة في ذاكرة الغناء السوداني والمدهش. الكاشف أجرى تعديلات على اللحن عندما سجل لإذاعة ركن السودان بالقاهرة، ولتتناسب مع الأوركسترا المصرية بطبيعة الحال التي رافقته في تلك الفترة. حلقتنا الليلة حتكون شوق والريد العبقري الكاشف. أنا دعوني أرحب بضيوفي في الأستوديو أستاذنا سراج الدين مصطفى الباحث والكاتب الصحفي، أهلا بك. بيت. تسلم يا رب. أخ محمد محمود ورمضان كريم وكل سنة وأنتم طيبين. حلقة جديدة وشوق وريد، بعد شوية حنجيك لمحور أساسي يخص الشاعر والفنان العبقريان. أنا سعيد جدا بأنه يصطحبنا في هذه الحلقات طيلة فترة رمضان الفنان الجميل عماد الكاشف، هو موجود معنا، أهلا بك. مرحبا بك أخونا محمد محمود، رمضان كريم للجميع، نتمنى الناس تصوم وصوموا وافطروا على خير، نتمنى نكون خفيفين عليهم. نتمنى والله. علاقة السير بالراحل المقيم الكاشف والراحل المقيم سير قدور
علاقة ودانية حميمة جمعت ما بين السرقادور وإبراهيم الكاشف، ويمكن بتلقى عند أي فنان في شاعر قريب منه قادر يترجم أفكاره، هو قريب من حتى من قضاياه الودانية حتى بدون ما يحكيها له وحتى بدون ما يقوله، لأنه قريب منه بطبيعة العمل، بطبيعة المكان، بطبيعة الصداقة، بطبيعة العلاقة التكون الاجتماعية. السرقادور والكاشف جمعت بيناتهم علاقة كبيرة جدا، أنتجت العديد من الأغاني، ومن ضمنها أغنية الشوق والريد وأرض الخير والمهرجان والكثير من الأغنيات جمعتها بيناتهم، ممكن نحن نستعرضهم يعني خلال هذا البرنامج. ممتاز. عماد، علاقتك بأغنية الشوق والريد، هذه الأغنية بالتحديد؟ والله العلاقة بالكاشف أولا، نعم، وبعد ذاك يعني أغنية الشوق والريد بصفة خاصة، يعني إبراهيم الكاشف هو الموسيقار إبراهيم الكاشف يعني أبدع فيها من خلال اللحن والكلمة، يعني إبراهيم الكاشف كان بيلحن الكلمة ما بيلحن النص، نعم، ودي من ضمن الأغنيات اللي يعني أبدع فيها إبراهيم الكاشف. في أغاني كتير لكن دي من واحدة من الأغاني، إنه كان تحدي بالنسبة له. نعم، نعم. حتى قال لي ما حتقدر تلحينه باعتبار نعم، إنه نعم. هي باعتبرناه شعر مرسل وليس شعر مربعات وشعر قافية، يعني كان نعم. فيها نوع من التحدي. نعم نعم. السر نأخذ نبذة عن السر، يمكن نقول عنه السر أحمد قدور، نعم. الاسم الكامل، نعم. هو من أبناء مدينة الدامر، مولود في العام 1934 بمدينة الدامر، نعم. ما تلقى يعني هو نشأ في مدينة الدامر، ما تلقى السرقادور تعليم نظامي راتب، نعم. يمكن اعتمد في دراسته على الخلوة، وبعد ذاك هو ذاته بقى يعني نهم في القراية، الخلوة ونهمه للاطلاع والغراء، خلق منه مثقف موسوعي عصامي. السرقادور يعني خالط الشعراء وخالط الفنانين وخالط الملحنين وخالط مجتمع عمدرمان لما لما جاء الخرطوم، وحتى خالط كان جزء من تركيبة حزب الأمة. المكونات دي كلها خلقت من السرقادور مثقف موسوعي. يمكن السرقادور يعني لو مزل رجع لتاريخه ما بيقدر يجي في حته انه ما تلقى تعليم نظامي، انه ممكن تقول الام الذي علم المتعلمين، يعني مجمل الابداع اللي قدمه اذا كان في الشعر، اذا كان في الصحافه، اذا كان في المسرح، ابدا دي ما بتدل على انه التعليم قد يكون جزء اساسي، انما الموهبه الاصل هي الاصل في الموضوع الابداع. نعم. ودونك العبقري ابراهيم الكاشف هو نفس حقيقة. نفس الطريقه تقريبا. عماد، مفترض نسمع شوق الريد. طبعاً قبل ما نسمعها خلونا نحيي الفرقة الموسيقية برضو حصاحبنا إن شاء الله طيلة فترة شهر جنوب. الفضيل حيوهم فردا، هم حيكونوا معنا فنانين جميلين، ربنا يديكم الصحة والعافية وغايته إن شاء الله نستمتع مع بعض. تسلموا تسلموا يا رب. عماد، نقول الشوق والريد. الشوق والريد، تمام. الشوق والريد Thank you.
نقول نقول نعيد نقول نعيد الدنيا اللي هو الدنيا اللي هو الدنيا اللي هو يا ليلة تصبح كل يوم زي طفل اللي وليد زي طفل اللي الأشواق كل الأشواق آه ويتجرح القلب المشتاق كل الأشواق كل الأشواق تشوفنا قريب ما تتعالى تسأل لو تسأل عن الحالة ونعيد الكار تسأل لو تسأل عن الحالة ونعيد حليل الكان نعيد الكان حليل الكان أخلي الحب يسرح بينا يبدنا حيل ويطير أشوف الدنيا ريح وجهور أشوف الدنيا ريح وجهور أسكت تتكلم عيني ونعيد الكان أسكت تتكلم عيني رسالة لو روحك يوم
شكرا عماد. شكرا. دي اهميه التوثيق للكاشف. الاغنيه اللي فاتت سراج عبقريه الكاشف ظهرت في انه حتى لا يصبح اللحن غير مملا بغض النظر عن ثلاثة قلبات ملل اللحن. هو التجديد في اللحظه دي. الاغنيه دي ظهرت في زمن كان مسيطر عليه اغنيه الحجيب والحان الحجيب والحان الحجيب كما معروف الحان دائريه الحان الستينيات. لا هو ابعد من كده في فتره الثلاثينات والاربعينات الوقت كان فيه مسيطرين ناس كروما وسرور بالالحان الدائريه الفنان اللي بغني الكورس اللي بيشيل اللي هي يمكن الناس بيسموها موسيقيين الالحان الرتيبه. لاحظ في عز الزمن ده الكاشف طفر وغفز بلحن اغنيه الشوق والرد ودي العبقريه هنا بتاعت الكاشف انه مرق من الكلاسيك والعادي والمستسهل في الغناء السوداني. صحيح. عشان كده هو واحد من اوائل الناس اللي سجلوا في مصر يعني واستعان بفرقه مصريه في الوقت ذاك بالنوتا. هو الفيديو احتمال يكون متداول هو بالاسود والابيض. انا كلامي كان طلع صح يا عماد انه اللحن عشان ما يبقى ممل فيه كسرتين. نعم. في البدايه وفي النهايه كان ممكن يستمر. كان ممكن يستمر بنفس الوتيره. نعم أيوه. بنفس اللونيه لكن عمل كسره في النص. دي العبقريه هنا. دي العبقريه هنا. والموهبه تحت التلحين ذاتها الغنى براه واللحن براه هنا. يعني ابراهيم الكاشف لام الحياه دي كلها. وهو عمل يعني زي ما نقولوا تجديد. نعم. في نوع اللحن ذاته الطريقه اللي كان اصلا موجوده الطريقه الدائريه او الرتيبه زي ما بيقولوا وادخل الموسيقى التصويريه وادخل الايقاعات المختلفه في اغنيه واحده. زي ما قلت انت قبيل الكاشف بيلحن روح النص. نعم. وليس الكلمات يعني. عندك فكره بشكل عام يا استاذ سراج انه هل كان الكاشف يعزف اي اله؟ الكاشف ما كان بيعزف اي اله لكن كان بيستعين بالتقاء من العازفين. من العازفين يمكن كان في عازفين قريبين مني جدا يعني زي عبد الفتاح الله يجابه يعني يمكن اصطحبه في كل رحلاته الفنيه. كان برضه بيستعين بالموسيقار مصطفى كامل في تدوين وتوصيل توقيع الاغاني مع الفرقه برضه مع الموسيقار الايطالي الشهير ماسترالي برضه كان بيساعده في يعني كان بيوصل لهم افكاره الموسيقيه بطريقه التمتمه يعني زي ما بعرفوها للموسيقى بيقدر يوصل افكاره وده اللي بنقولها للفرقه الموسيقيه. عشان كده لو لاحظت معظم او كل الحان الكاشف بتطلع في نسق مرتب. صحيح. وتبدو وكانه الذول اللي قدمها ده كانه حاز على شهادات عليا في. صحيح. الموسيقى. صحيح. مع انه ما تلقى اي علوم منظمه في. صحيح. في الموسيقى. صحيح. لكن هو ذاته ذكاؤه هو عرف حدود قدراته حتى التعليميه فكان لابد يستعين باخر فكانت استعاناته انا افتكر موفقه جدا قدروا يوصلوا افكاره اللحنيه للفرقه. صحيح. وطبعا انا سالت السؤال ده ليه؟ لانه اغلب المغنيين بيقول لك يا اخي انا بلحن كويس انا بعزف اله عود او كيبورد او كده. عموما تعقيدات الحان الكاشف كلها هتكون في الحلقات الجايه وطبعا لسه احنا ما دخلنا في فوتين تبيه مثلا. ده واحد من الالحان اللي لحد هسه الناس متحيرين فيها. انا شاكر لك جدا استاذ سراج. شكرا. شكرا جزيلا. شكرا عماد. شكرا لك يا ابو حميد. بكره ثاني حنتلاقي ان شاء الله. كل المشاهدين في كل مكان دي كانت حلقه جديده من الشوق والريد. بكره ما تمشوا بعيد في نفس الموعد شوق والريد جديد. السلام عليكم. خلوا بالكم. لمستي